صور الدمار هذه تعود إلى مقهى في مدينة النبطية، صورت العام الماضي حيث بقي هذا المقهى على حاله منذ عدوان تموز عام 2006. اليوم رممه أصحابه على نفقتهم الخاصة بعدما ملوا انتظار تعويضات لم تدفع بعد. تعويضات لحد الساعة بس حكي بحكي، مثل معودين يعني، هذا الدولة وهذا أركانة. هلأ بهمة العائلة جمعنا بعضنا، وعندنا خي الله منعم عليه تكلف بهالمواضيع كلها لنرجع رونا النبطية. 10 سنوات مرت على الحرب ومجلس الجنوب لم يعوض بعد، والجنوبيون لا يزالون على الوعد يكمون. تعويضات حرب تموز قصة تبرئ الذات يا صديقي، أضرار وقعت وحصلت من تموز 2006 لتاريخ اليوم ما في قبض. نحن وعدونا فيهم من 2006 واليوم بال 2016، يعني 10 سنين ما عادش منا أساس المبلغ، يعطونا الفوائد بس. تعويضات على أساس وعدونا أنهم يعمروا مثل ما عمروا القرض الحزن اللي مع جنبنا، بعدنا ناطرين لحتى يجوا يقولونا أنه بدنا نعمر. نحن ما أخذنا شيء، اللي أخذوهم هن المسؤولين عن البلد. شو بتطالبوا الوزارة؟ شو منا نطالب؟ قد ما نطالب وحكى غيرنا وقبلنا وبعدنا ما بيطلع مننا شيء، لو حكينا ما طالع شيء، لأنه المصاري راحوا حبيبي. حكومات تعاقبت بعد الحرب من دون أن تحرك ساكنا، ومليارات أنفقت في غير مكانها، وكل المطالبات لم تجدي نفعا. للسنة العاشرة على التوالي ملف التعويضات للمؤسسات والمحلات التجارية في النبطية ومنطقتها لا يزال على الرف وفي الأدراج. أكثر من 38 ضيعة وبلدي بقضاء النبطية، أكثر من 21 مليار ليرة لبنانية، أكثر من 3900 مؤسسة تضرروا بين مؤسسة ومحل وشركة ومصنع ومزرعة، لا نزال على الوعود. كان لنا عدة لقاءات من بيناتهم لقاء مع رئيس الحكومة الحالي ورئيس الحكومة السابق، لأنه نحن بالطبع من حرب تموز لليوم 10 سنوات في 3 حكومات، وهذه الحكومة الرابعة برئاسة دولة الرئيس تمام سلام، اللي هن بيتحمل المسؤولية المباشرة عن هذا الملف. هيدي الأموال إجت ولكن للأسف صرفت في أماكن تانية. بعد 10 سنوات على العدوان الإسرائيلي كان لابد من أن نذكر الدولة بأن للجنوبيين حقا عليهم بعدما ضحوا لتحرير الأرض. إنما كنت أسمعت لو ناديت حيا، لكن في الدولة اللبنانية لا حياة لمن تنادي.